Come on.
الشرياني اهالي الغريه الغربيه بيقولوا بيت اهلا وسهلا. ويا اخوان اللي ما نشوفهم بالساحه يفضلنا الساحه اذا بتتكرموا عليها. في وراكم ناس بدها تتفرج. المعزف مستحيل يحكي يعني. يا اخوان الكراسي فاضيه. يا شباب لو سمحتوا نوقف الساحه.
شوف وراح عيون عليك سهراني لو اشوف نظر حنين لو مرتي عبلاد الصين بحبي بدك تعترفي حبي بدك تعترفي رفي بجناح قلبي ونور بهالدنيا ولفي رفي بجناح قلبي ونور بهالدنيا ولفي خبيك تطيري بعيد شرطي مربوط بكفي شرطي مربوط بكفي أصعيب من شيخ المعلوم هاي أهالي بيان الله يصبح إن شاء الله ألف ألف اخواني كل شن واقف بالساحه
يا اما تفضلوا على الدبشه، يا اما تفضلوا على الكراسي، يا اما اقعدوا او وقفوا بعد الكراسي. اذا تكرمتوا علينا الكل بدون تخصيص لا ضيف ولا معزب. Yes, I'll do it.
العروس هيا نروح نعيش. يلا 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 يلا
على الجوفية على طلب المعازيب. واخواني بعد الجوفية سحيج والمعازيب حضور، وبعد السحيج جيرة الله اللي ما تبنى شيء. مثل ما قلتوا واجب معازيبكم بتسمحوا لمعازيبكم يقدموا لكم شيء من الواجب، والسموحة من الله ومن الجميع. والجوفية اخواني والسحيج ابناء السحيج على اهل الجولان وعلى ضيوفنا من المملكة الأردنية الهاشمية، على ضيوفنا من دير الزور، على ضيوفنا من إدلب، على ضيوفنا من دولة الكويت، وعلى ضيوفنا من دولة الإمارات. هم الأساس طبعا أهل دولة الإمارات، والشباب اللي بيصوروا نص الساحة الله يجزاكم الخير، كفيتوا ووفيتوا. اللي بدهم يمشوا معانا لا يحرجونا باسم عشيرة أو قرية أو شخص، إذا تكرمتوا عليه أخواني يلا حيهم. يلا مصر يلا حيهم أهالي مصر الشام، أهلا شوي يلا حيهم. الفنان عيسى الرفاعي بيت اهلا وسهلا وحياك الله يلا حيهم الله. دو مصري نرجو من الجميع المشاركه اللي على الكراسي اخواني يلا حيهم. بسم الله ما خيب عبدنا استجاره، بسم الله ما خيب عبدنا
سلامي والفتحية للإمارات العالية
التنويه. بعد تناول طعام العشاء لنا متابعة وسنعود بعود أحمد وحنان حوران فنان رائد قشقوش أبو جواد. طبعا للكلام وللحفل البقية والمعازيم تقولوا جيرة الله ما حد بروح قبل العشاء. جيرة الله ما حد بروح قبل العشاء. بس شيكوا على الوضع وبيت اهلا وسهلا بالجميع. من السيد سليمان الاسعد والسيد حسين الاسعد من النظريه الغربيه بنشر المستقبل للعريس وغير العريس واشكر صاحب التحيه. الأخ معتز النقاوة أبو عبدو اتفضل على الساحة. اتفضلوا إخواني جميع جيرة الله جيرة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من أفراح أهل حوران، أفراح أهالي بلدة الغري الغربية، أفراح أهل الشلياني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباسم أبناء المرحوم الحاج مصطفى الشلياني أبو شكري يتشرف السيد شاكر الشلياني أبو يوسف بدعوتكم لحضور حفل زفاف ولده المهندس مصطفى على كريمة السيد عبد المنعم محمد عبد الكريم الغنيم
أبو محمد وذلك بمشيئة الله يوم السبت 28/10/2023 في مدينة العين في مركز سالم بن حم الثقافي، وبحضوركم يتم الفرح والسرور. هذه التحية من كلمات الشاعر حميد الناصير أبو أصالة وغناء أخوكم أحمد القسيم، وتم التسجيل في استوديوهات الأستاذ مازن المصري. ألف مبروك يا أبو يوسف، والله يجعلها عليكم هدوفة خير يا رب. بسم الله
اسمك